المرأة إذا صلت صلاة الفريضة يجوز لها ويشرع لها أن تقيم الصلاة، ويجوز لها ويشرع لها أن تؤذن مثل الرجال. إذن لازم نفهم هذا الأمر. المرأة إذا كانت تصلي مع النساء أو وحدها يجوز لها، وهذا هو الأفضل والأكمل، يجوز لها أن تؤذن وأن تقيم الصلاة ثم تصلي، فلها من الأجر أعظم. هذه في صلاة الفريضة. وإن لم تؤذن ولم تقيم الصلاة صلاتها صحيحة، لكن الأفضل لها أن تقيم الصلاة وأن تؤذن. علاش؟ كان واحد الحديث منتشر وهو حديث ضعيف جدا، يقول لك ليس على المرأة أذان ولا إقامة. هذا الحديث لا يصح. النساء مثل الرجال في العبادة، في عبادة الأذان والإقامة. يعني يجوز المرأة في بيتها أن تؤذن وتقيم، ولا تقيم فقط، الأفضل كامل تؤذن ثم تقيم ثم تصلي صلاة الفريضة، ويجوز لها أن تقيم فقط وتصلي مثل الرجال. وإن لم تؤذن ولم تقيم جاز لها ذلك وصلاتها صحيحة. إذن هذا صاحب الشرط، هذا في صلاة الفريضة. أما النافلة للرجال والنساء، النافلة لا أذان ولا إقامة فيها. إنسان يصلي النافلة سواء في البيت أو في المسجد، يدخل مباشرة يكبر الله أكبر ويصلي. هذا والله أعلم.